200 ميجا واط عبارة عن 17% من احتياجات فلسطين من الكهرباء اليوم. يعني نور فلسطين برنامج مهم لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس. الشمس مورد وطني مهم، والطاقة الكهربائية في بلادنا نستوردها من إسرائيل، يعني أضواؤنا تضوي بكهرباء إسرائيلية، مصانعنا تشتغل في كهرباء إسرائيلية، مزارعنا بتشتغل بتوصلها الكهرباء من إسرائيل. نريد طاقة وطنية لتضيء نور فلسطين. تخطيط المشاريع بدأ بعمل مسح ميداني لتحديد المواقع الملائمة من ناحية تضاريس الأرض قرب المواقع للشبكة، واستمر بعمل دراسات تفصيلية للشبكة وقدرتها على استيعاب الطاقة المنتجة. بعد ذلك تم طرح العطاءات واختيار مقاولين فلسطينيين محليين لتنفيذ المحطات. فترة تنفيذ المحطات وبنائها وشبكة على الشبكة استغرق ما يقارب 12 شهر. منذ بداية التخطيط حتى شبك المحطات استغرق تقريباً 18 شهر.